بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سنن الدخول والخروج من الحمام. أول سنة وهي الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. اثنان، الدخول دعاء الدخول وهو اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث وهو متفق عليه. السنة الثالثة دعاء الخروج وهو غفرانك، أخرجها أصحاب السنن إلا الإمام النسائي. يدخل الإنسان إلى الحمام في يومه وليلة عدة مرات، وكلما دخل طبق هذه السنن في دخوله وخروجه، سنتان في الدخول وسنتان في الخروج، والله أعلم.